أعربت المدير العام للعمليات بالبنك الدولي أنا بيردي عن تطلع البنك إلى توسيع مسارات التعاون مع الحكومة المصرية في المجالات المختلفة. جاء ذلك خلال لقائها رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي على هامش فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك. أكدت بيردي أن البنك مستمر في دعمه للدولة المصرية في برامجها للإصلاح والاقتصاد في الإصلاح الاقتصادي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد. وأشارت إلى أن مجموعة البنك الدولي تقدر بصورة كبيرة جهود إصلاح الاقتصاد الكلي والإجراءات المتخذة لمواجهة ارتفاع التضخم في البلاد.